راح نقرأ عددين فقط من إنجيل متى الإصحاح 21 العدد 10 والعدد 11. ولما دخل يسوع أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا؟ فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. ليت الرب يبارك قراءة الكلمة المقدسة. من هو هذا؟ هذا السؤال الذي جاء يتصدى عبر الأجيال. حتى في هذا اليوم هناك أشخاص كثيرون يسألون هذا السؤال، من هو هذا؟ أشخاص يقولون هذا النبي، أشخاص يقولون هذا معلم، أشخاص يقولون هذا كاذب، أشخاص حتى في أيامه قالوا هذا مختل، أشخاص يقولون بأنه كان نابغة لأجل ذلك وصل إلى تلك الشهرة التي وصل إليها. من هو هذا؟ هل كان معلم، نبي، نابغة، كاذب، مختل، أم أنه كان الرب الإله نفسه؟ هو قال في يوحنا الإصحاح 10 والعدد 30 أنا والآب واحد، أنا ابن الله. جعل نفسه على نفس المستوى مع الله. لأجل ذلك اليهود اشتاض غضبهم لدرجة أنهم أرادوا أن يرجموه لأنه جعل نفسه واحدا مع الله. الكلام رخيص، اللي بدك إياه فيك تقوله. عم نسمع كثير أقوال خاصة بهالجيل هيدا، ناس بتدعي بأمور كثيرة. فيك تقول اللي بدك إياه، فيك تقول أنا الله. أسمعت أشخاص بقولوا هيدا، لكن القضية فيك تبرهن إنك أنت الله. نحن بدنا نشوف هل هو كان مختل، هل هو كان كاذب، أم هو كان حق بالحق خالق السماء وسيد الأرض كلها. لكن حتى يكون هو الحق ينبغي أن يبرهن هذا بالحق. وإذا بتدرس حياة وتاريخ المسيح ترى أنه أعطى البراهين والأدلة الدامغة لكل تصريح فعله. مش بس أعطى الأدلة، كان في أدلة تانية عظيمة جدا تحيط بادعاءات المسيح. أول برهان عظيم هو برهان النبوي. ما فيش شخص بكل التاريخ تنبأت عنه نبوات كما تنبأت عن شخص الرب يسوع المسيح وهو في الجسد. موسى كان أعظم نبي في إسرائيل، لكن ما فيش نبوة واحدة عنه أبدا ولا نبوة. أعظم نبي في تاريخ إسرائيل ما فيش عليه ولا نبوة. إشعياء أعظم أنبياء إسرائيل ولا فيه ولا نبوة عن حياته. دانيال مش بس كان عظيم، يقول عنه الكتاب المقدس المحبوب من الله، ما أعطى عليه نبوة واحدة حتى يجي. لكن يسوع كان غير شكل، لأن ما كانش لا نبي. صحيح كان يتنبأ لأنه هو خالق الأنبياء، ولبس معلم مع أنه كان هو أعظم المعلمين. كان هو الله خالق السماء وسيد الأرض كلها. لأجل ذلك عندما أراد أن يأتي إلى هذه الأرض كان يحضر الأرض لمجيئه. أكثر من 330 نبوة عن حياته. مش بس حي الله نبوات، حي الله النبوات هيدي اتكلمت عن ميلاده، نوعية ميلاده أنه بده يجي من عذراء، عن مكان ميلاده أنه سيأتي من بيت لحم من أرض يهوذا. ها اسمع اسمع، هديك اليوم كنت عم بتفرج على التلفزيون على The History Channel، قال اكتشفوا أنه في مدينة حد الناصرة اسمها بيت لحم. بقى الهيئة العذراء راحت من ناصرة لبيت لحم جارة ناصرة. قال هيك لأن حبلة مش ضروري كانت تسافر مسافة طويلة من الناصرة لبيت لحم اليهودية. قال هي راحت على بيت لحم الناصرة. Excuse me again. الكتاب المقدس بيعملها بكل وضوح. بيت لحم عاصمة الملك داود في اليهودية. يعني أكتر من هيك بدك؟ ولك صدقني الواحد الأهبل لازم يفهم هيك. هودي معهم دكتوراه ومش فاهمين هيك. هذا بفرجيك قد ما تعلمت أمرها كل ما بتستهبل. بل الكتاب المقدس بيخبرنا عن ميلاده، مكان ميلاده، الحوادث اللي بدها تصير بوقت ميلاده، من جهة المذبحة، من جهة مجيء المجوس، الملوك من المشرق. مش بس هيك، بعدين بيخبرنا عن تلاميذه، عن خدمته، عن عجائبه العظيمة التي لم يصنعها أحد لا قبله ولا بعده. بعدين بيخبرنا عن مسلمه اللي خانه، عن المبلغ اللي بده يقبضه وقت الخيانة، قالها قبل 600 سنة قبل ما ينخان. خبرنا عن إلقاء القبض عليه،
خبرنا عن المحاكم اللي مرق فيها، خبرنا عن تسليمه الى بيلاطس، كل هيدي بالنبوي. بعدين خبرنا عن صلبه، حتى عن قبره بانه سيدفن مع اغنياء. وبعدين ما نسي يخبرنا عن اعظم حادث في حياة الرب يسوع المسيح، قيامته المجيدة. فالكتاب المقدس اعطانا نبوات كثيرة عن المسيح، لم يعطي اي منها عن اي شخص اخر غير المسيح. هذا مش شخص عادي، ومش ممكن يكون كذاب، ولا ممكن يكون مختل. بده يفرجيك انه هذا الله الذي ظهر في الجسد. بعدين الكتاب المقدس بيفرجينا انه هيدا الشخص اللي ادعى انه ابن الله ولد اولا من عذراء. ولد من عذراء؟ حتى النبوة بتقول انه ولد من عذراء. بإشعياء الإصحاح 7 والعدد 14 يقول: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. فالكتاب المقدس بيقول انه سيولد من عذراء. وطبعا بلوقا الإصحاح الأول والعدد 34 بيقول: عندما جاء الملاك ليخبر مريم بأنها ستحبل وتلد ابنا، قالت له: كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ مرة كنت بمؤتمر كبير، كان كل الموجودين لاهوتيين، كل واحد عنده دكتوراه لاهوت، وطلبوا مني أتكلم. قلت له: أنا شو بدي أتكلم لاهوت؟ كلهم عندهم لاهوت، شو بدي أتكلم لهم؟ ما كلهم بيعرفوا كل شيء، ما في شيء عندي هن ما بيعرفوه. وأنا عم بقول له هيك دق جرس الأكل عشية، وصلت أنا عشية على العشاء. بقى فتنا ناكل، قعد حوالين طاولات كبيرة مدورة، أنا قعدت على طاولة. بعدين تذكرت الآية اللي بالكتاب المقدس بتقول: إذا أنت جاهل وما بتحكي، الناس بتفكر إنك حكيم. أنا قلت أوكي عظيم، هذا أنا مش راح أحكي كلمة حتى ما أحكي شغلة بيضحك علي يعني. بلش يتكلم وبلشت أغلي من جوا. بعدين في واحد بيقول كان يعمل اجتماعات انتعاشية ببلد، بيعزم كل الناس تاني يوم حتى ياخذوا عشاء الرب. يعني انا ما عندي مشكله بهيدي، يعزم الناس حتى ياخذوا عشاء الرب، لكن عندي مشكله بالكلمه اللي قالها من بعد هي. قال: انا عم بعزمكم حتى تاخذوا عشاء الرب لان كلكم اولاد ربنا، الله خلق كل الناس وكل الناس اولاد ربنا. ساعتها انا عندي مشكله بهيدي، قلت له: كل الناس مش اولاد ربنا. الكتاب المقدس واضح جدا، بهذا اولاد الله ظاهرون وبهذا اولاد ابليس ظاهرون. في عائلتين بهذا العالم، عائله اولاد الله وعائلة أولاد إبليس. قلت له: كيف بتقول للناس كلهم إنه هن أولاد الله؟ قلت له: خاصة بأيامنا هيدي في أشخاص كتير ما بيأمنوش إنه المسيح ولد ولادة عذراوية، كيف بتقول هن أولاد الله؟ خمن حاله كمشني بشغله. قال لي: اسمع اسمع اسمع، شو مفكر يعني إذا أنا بآمن بالولادة العذراوية ولا ما بآمن فيها بأثر على خلاصي؟ قلت له: إذا ما بأثر على خلاصك بأثر على خلاصي، لأن أنا حتى بدي واحد يكون ولدان مثل حكايتي حتى يخلصني، أنا ما بقبل واحد ولدان مثل حكايتي حتى يخلصني، أنا بخلص وبخلص أبوه معه. فلو شو بدي واحد مثل حكايتي يخلصني؟ بدي واحد أشرف مني وأنظف مني وأطهر مني وأقدس مني حتى يخلصني، مش واحد مثلي بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. قلت له: مش رح نقبلها هيدي. قلت له بعدين شيء تاني عن هيدا، انت بس تقول انه انا الولاد العذراوية اذا امنت فيها ولا ما امنت فيها ما بتأثر على خلاصي. بدي اقول لك شو عم تحكي انت حبيبي. اولا انت عم بتقول انه مريم عم بتكذب، قال انا لست اعرف رجلا. وثانيا انت عم بتقول انه ملاك اهبل ما كان يفهم اذا عرفت رجال ولا ما عرفت رجال، يعني شو اهمية القضية. وثالثا عملت انه الكتاب المقدس كله كذب واونتها. قلت له: الكتاب المقدس عم بيقول هون لست أعرف رجلا، والكتاب المقدس بكفي. قال: روح الرب يحل عليك وقوة العلي تضللك، لذلك المولود منك يدعى ابن الله. بتقول انت هيدا ما بهمك؟ عشان هيك طلعت على الأخ اللي كان عازمني، قلت له: الليل أنا واعظ حبيبي، طلعنا على المنبر. بقى في ناس كتير بيقاموا انه يسوع ما ولد من عذراء، بس يسوع ما ولد من عذراء. ولك مش بس الكتاب المقدس بيقول انه ولد من عذراء، القرآن بيخبرنا انه ولد من عذراء. خليني اقرا لك شو بيقول القرآن. بس اجى الملاك بحسب القرآن حتى يبشر مريم بولادة المسيح بولادة عذراوية. اسمع شو بيقول: ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين واجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. إذا القرآن ببشر وبيخبر بأنه المسيح ولد بولادة عذراوية، وعندنا أشخاص بعلموا بمدارس اللاهوت بيقول لك هيدي مش ضروري وهيدي مش مهمة. شو بدك تقول لهم؟ أولا الله بمجيئه إلى هذا العالم لم يكن لائق له أن يأتي بولادة جنسية تناسلية مثلي ومثلك،
لأجل ذلك جاء بولادة عذراوية، بس أخذوا له الهيكل من بعد الولادة حتى يقدموه كما العادي اليهود. كان في رجل هناك اسمه سمعان ناطر، وصل له سنين ناطر مسيا اليهود. بيقول الكتاب المقدس بلوقا الإصحاح الثاني والعدد 25، قال: وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس، أخذه سمعان على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجد لشعبك إسرائيل. هون عم نشوف انه هيدا الشخص اللي الناس عم تسأل من هو منذ ولادته كان غير شكل عن كل الناس. بعدين طبعا قعد 30 سنة في حالة غيبة عن المجتمع لصار عمره 30. وقت ما صار عمره 30 سنة ابتدأ خدمته العامة، كان يعلم. صحيح في ناس كتير معلمين بهذا العالم، في عنا قول بيقول بس انت ما تقدر تعيشها بتعلمها، يعني التعليم ما في اهين منه، القضية ان احنا نعيش اللي عم نعلمه. انا درست فلسفة كتير، درست حوالي 32 او 33 سمستر كريدت اورز بالجامعة، درست كل الفلاسفة وصرفت حرفيا عشرات الساعات وانا ادرس واقرأ واحفظ. طبعا كتير من الفلاسفة حطوا انطباع كويس فيي انه كتاباتهم كويسة، لكن خليني اقول لك شغلي، وانا بحثك انك تقرأ اشخاص تانيين وتقارنهم بتعليم الرب يسوع المسيح. ما فيش واحد علم تعليم اسمى من تعليم الرب يسوع المسيح، ما فيش شخص وصل بسمو تعليمه على مستوى حتى ولا نصف المستوى اللي وصل له الرب يسوع المسيح. ما فيش حدا، ما فيش شخص بامكانه يجي بالافكار اللي اجاها الرب يسوع المسيح، لان طبيعيا افكارنا كتير واطية. واجا يسوع بتعليم سامي عظيم جدا، بس الفرق بينه وبين المعلمين، خليني اقول لك هو شو علم بالاول. اذا بتفتح معي لمتى الاصحاح 7 والعدد 28، فلما اكمل يسوع هذه الاقوال بهتت الجميع من تعليمه. كان معلم مؤثر جدا، يعني بس يعلم الناس بتسمع له وبتحب تسمع له زياده. كانت مش بس تيجي على الكنيسه على الوقت، كانوا يجوا بساعات قبل الوقت، مش على الكنيسه، يطلعوا على الحقول في الفلا. مش بس هيك، مش حتى ما عندش اكل ياكلوا، وعارفين بدهم يقعدوا يومين ثلاثه برا، وكانوا مستعدين يعملوا هيك حتى يسمعوا تعليم هذا المعلم العظيم. شو بقول لهم؟ فلما اكمل يسوع هذه الاقوال بهتت الجميع من تعليمه. هيدا ما سمعوا هيك شيء بحياتهم، لانه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة والفريسيين. مش يوقف يقول انا مش عارف هيدا شو بتعني هيك وهيدا شو بتعني، اذا بتعني هيك ولا ما بتعني هيك. كان يعلم كمن له سلطان، هيدا بتعني هيك، لان انا بعرف انه بتعني هيك، وعشان هيك كان غير شكل عن بقية البشر. كان يعلمهم بسلطان، لكن سلطانه كان مش لانه كان كثير حكي. اسمع شو بقول الكتاب المقدس بمتى الاصحاح 5 عدد 19، واما هذا هو يسوع بعلمنا، من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. قبل ما تعلم بدك تعمل وبعدين تعلم. في عنا كلمة هون بقول شو؟ افعلوا اقوالهم ولا تفعلوا افعالهم. excuse me again، اذا ما بدي افعل افعالك يعني انت احسن مني تعمل هيك وانا ممنوع اعمل هيك، بدي امشي بحسب مشيتك. ما انت فرجيني انك انت ماشي وتعليمك صحيح، وعشان انت تعليمك صحيح انت عمال تعيش بحسب تعليمك، والا ما تقول لي شو تعليم الصحيح وانت تمشي بالشيء الغلط. بعدين باعمال الرسل الاصحاح الاول والعدد الاول بخبرنا عن حقيقه عظيمه جدا بخصوص الرب يسوع المسيح. بقول الكلام الاول انشاته يا ثوفيلوس عن جميع ما ابتدا يسوع يفعله ويعمل به. يسوع كان اول يقوم بالعمل وبعدين يعلم اللي هو عمال يعمله. فلولا كان هيدا كذاب او مختل ما كانش بيعمل هيك، كان بيقول لك يا با شو بدك اللي عم بعمله انا ما يهتمك، انت سمع اقوالي وما تعمل اعمالي. يسوع ما قالش هيك، قال كان يعمل اولا ومن ثم يعلم بما كان يعمل. مش بس تعليمه كان التعليم سامي جدا، يعني اي واحد فينا بصراحة اي واحد فينا بيقدر يقول واقف يقول انا الله، ما في ارخص منه الكلام، يقول انا ابن الله. يسوع قال، بس القضية هلأ بتقدر تبرهنها؟
بس الواحد يقول كلمة لازم يقدر يبرهنها. لكن يسوع ده مش برهنها بولادته وبالنبوات عنه وبتعليمه السامي فقط. قال: ها أنا أعمل أمامكم أعمالا لم يصنعها لا أحد قبلي ولا أحد بعدي. شو الأعمال؟ قال: شفى المرضى، جعل العرج يمشون، العمي يبصرون، البكم يتكلمون. يعني إلهنا عمل أعمال ما يعملها أحد غيره. بنزيحة البرص الأبرص ما كان حدا يلمسوه، بس يشوفوه من بعد ربع مايل. كان المفروض إنه يصرف يقول هون في أبرص حتى ما حدا يجي، مش بس يقرب له، يقرب حد بربع مايل. يسوع بروح بيلمسه، لمس الذي لا يلمس، وعند لمسه إله طهره تطهير كامل. بعدين بخلي الأطرش يسمع والأعمى يرى والأبكم يتكلم. بعدين راح لشيء ما حدا قدر يفكر فيه بحياته، أقام موتى. مش بس أقام موتى، أقام موتى قد أنتنوا، طلعت ريحتهم. يعني هيدا قيامته من بين الأموات حتى ما بكنش بحلم أي شخص تاني. كان له 3-4 أيام ميت بالقبر، ريحته طلعت. يسوع أقامه من بين الأموات. وبعدين بس شفى المولود أعمى. بالنسبة إلي هيدا يتضمن عملية خلق، خلق له عيون ما كانش عنده إياها من قبل. يسوعنا خالق الكذاب والشخص اللي فقد عقله، ما بيقدر يعمل هيك أعمال، ما بيقدر يشفي شفاءات معجزية عظيمة جدا. يسوعنا صحيح كان عنده نبوات كثيرة تنبأت عن مجيئه. بالنسبة لميلاده كان ميلاده فريد جدا، استثنى جميع بني البشر منها، ولادة عذراوية. تعليمه كانت سامية، لا يوجد أي معلم أو أي شخص أو أي ديانة توصل لنص تعليم الرب يسوع المسيح. لكن بعدين فرجانا عظمة قدرته المعجزية في صنع المعجزات والعجائب حتى في الخلق. اسمع، ما حدا بيقدر يخلق غير الله وحده. وإلهنا يقول: لا أعطي مجدي لأحد، لا يسوع ولا غيره، إن كان يسوع رجل عادي أو نبي أو معلم. من هو يسوع؟ الذي لم يحسب نفسه خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس. وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. العظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. عشان هي ولد ولادة عذراوية، عشان هي تعاليمه سامية لم يصلها أي إنسان، عشان هي استطاع أن يصنع أعمالا وعجائب ومعجزات لم يستطع أحد أن يعملها لا قبله ولا بعده. لو كان كذاب أو مختل لا يمكن له أن يصنع هذا. أنا قلت لكم إنه الكتاب المقدس بيتضمن إنه المسيح خلق عيون هيدا. خليني أقرأ لك القرآن شو بيقول. القرآن بيقول بسورة عمران إصحاح 49، هون يسوع قال بيحكي. طبعا نحن من أميش بهيدا، بس هذا بفرجيك المسلمين بيقولوا إنه الله بس هو الخالق. ما هيك؟ الله هو الخالق، ما فيش خالق غيره. لكن بالقرآن نفسه بيقول، اسمع شو بيقول، قال: إني، يسوع بيحكي، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا. شوف عملية الخلق كلها موجودة بهالآية هيدي، إنه بياخذ الطين مثل ما يهوى أخذ الطين جبلها وعمل الإنسان، هيدا جبلها وعمل الطير ونفخ فيها. مش عمل أعجوبي بالهوى كب الطير والطير صار، الله عمله حوله إلى طير. نو، هو نفخ، هو اللي فيه القوة والسلطان والقدرة أن يعطي حياة. القرآن بيعترف بهيدا، بيعترف بعظمة وقدرة ولاهوت إلهي. فيسوعنا هو الخالق، خالق السماء وسيد الأرض كلها. ولو كان مقتل أو كذاب ما بيقدر يخلق. فيسوعنا خلق حتى عين لشخص ولد أعمى. بعدين آخر شيء، طبعا يسوع قام من بين الأموات. هذا كان أعظم برهان لكل ادعاءاته بأنه الله الأقنوم الثاني، وأنه والله واحد. وأعظم برهان أنه بعدما أوقف حكموا عليه بالموت، نفذوا حكم الموت بالصلب على خشبة صليب الجلجثة. بعد ما توفى وأسلم الروح وضعوه في القبر وختموا القبر لكي يبقى هناك بقية الحياة، حياة هذه الأرض، مثل كل الناس اللي ماتوا. كل الناس اللي ماتوا بحطوهم بالقبر، بسكروا القبر، بيبقوا هناك ما عدا يسوع، لأنه في اليوم الثالث قام من بين الأموات. بيقول لك بكورنثوس الأولى بعد 9:15 وبعد 12،
ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات فكيف يقول قوم بينكم أنه ليس قيامة أموات؟ فإن لم تكن قيامة الأموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا، باطل أيضا إيمانكم. نوجد نحن أيضا شهود زور لله، لأننا شاهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح إن كان هو لم يقيمه. بعدين بيقول لهم وإذا الذين رقدوا في المسيح أيضا هلكوا. إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس. إذا بس نحن بهذه الحياة منعيش بس للمسيح بعدين منموت وما فيش إلنا قيامة أموات، يعني كلنا هبلين، هيك عم بقول الكتاب. لكن بقلنا أنا عم بأكد لكم، لكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة الرافدين. يعني إيمانكم مش عبث، إيمانكم مش فراطة، إيمانكم حقيقي وحق قيامة المسيح من بين الأموات. من بعد ما قام المسيح من الأموات أول شخص واجهه وشافه مين؟ لا يا زلمة، مريم. بدي أشوف إذا نعست وننت ولا كيف. مريم المجدلية، ما هي بس شفته وعرفت إنه الرب يسوع بدها تهجم عليه وتعبته، قال لا تمسيني. ليش؟ بإلا بيوحنا 20:17 لأني لم أصعد بعد إلى أبي، في شيء لازم أعمله. هيدي كانت أول زيارة للمسيح في الجسد للسماء. صحيح روح المسيح خالق السماء وسيد الأرض كلها مالئ السماوات والأرض، لكن المسيح بالجسد ولد الجسد هون وبقي هون حتى مات بعد ما طلعش على السماء. هي أول زيارة له للسماء بدها تطلع، لكن شوف شو صار بس طلع على السماء. بدانيال الإصحاح 7:13 هيدا المحل الوحيد اللي بيقلنا شو عمل المسيح بس طلع من الأرض للسماء من بعد قيامه. كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع صحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه فأعطي ذلك لابن الإنسان سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطان أبدي ما لن يزول وملكوت ما لن ينقرض. لأجل ذلك في متى الإصحاح 28:18 قال فتقدم يسوع وكلم تلاميذه قائلا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. عشان هيك كان لازم يطلع السماء حتى ياخذ السلطان المقدم له من أبوه السماوي، ورجع على الأرض حتى قلنا أنا كملت العمل، مش بس كملت عملية الفداء، هلأ أنا أعطي لي كل سلطان مما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض. لك هي يسوع كان معلم، يس كان معلم المعلمين، كان نبي، كان نبي وصانع الأنبياء، بس ما كانش مختل وما كانش كذاب. قال ليكن الله صادق وكل إنسان كاذب، لكن يعني يسوع ما الله الذي ظهر في الجسد مش ممكن يكذب. بعدين الكذاب ما بيقدر يثبت أعماله بعظمة المعجزات التي صنعها يسوع المسيح. في بعض الأنبياء بس كسروا كلمة صغيرة من الرب الله جردهم رأسا من قوتهم النبوية من قوتهم كنبي. لكن يسوع من وقت ما دخل الخدمة وهي يقول لهم أنا والله واحد، لولا هو مش مع الله واحد كان الله جرده من كل القوة اللي كان بيعطيها لشخص، لأن الله مش مستعد يتشارك بمجده مع أي شخص تاني، لا يمكن أن يعطي مجده لآخر. لكن بما أنه المسيح هو الله لأجل ذلك ولد من عذراء، لأجل ذلك كانت تعاليمه يسامي عظيمة جدا، لأجل ذلك كانت معجزات عظيمة جدا لم يستطع أحد أن يعملها لا قبله ولا بعده، لأجل ذلك مات على خشبة الصليب كما هو تنبأ لكي يسفك كل نقطة من دمه، لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة على خطية، فكان سفك دمه هناك حتى يغفر خطاياي وخطاياك. بعدين بنشوف أنه كلها برهنها بقيامة المجيد، قام في اليوم الثالث كما قام. هو تنبأ عدة مرات بأنني سأموت سأصلب من بعد ما أحاكم من اليهود وأسلم للأمم. طبعا قال بيجلدوه لابن الإنسان وبيصلبوه بعدين بموت في اليوم الثالث يقوم من بين الأموات. هيدي واحد كذاب ما بيقدر يعملها، إذا واحد صادق ما بيقدر يعملها. أنا بعرف كتير أشخاص صادقين ماتوا بعضهم ميتين
ولا راح يقوموا الا في الوقت اللي بيجي الرب يسوع المسيح فيه، حتى هو يقيمهم من بين الاموات. لكن يسوعنا قام من بين الاموات، بعدين صعد الى السماء لكي يتسلم من الاب في الجسد كل سلطان في السماء وعلى الارض. قالت الجموع: من هذا؟ من هذا؟ ليش؟ عندما دخل اورشليم ارتجت المدينه من اساساتها قائله: من هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع خالق السماء وسيد الأرض كلها، الذي جاء لكي يعطينا حياة أبدية إن آمنا باسمه. طبعا الخلاص اللي تممه المسيح هلأ بيتوقف على الإنسان إذا بيقبل الخلاص أو بيرفضه، وهذا طبعا تصميمك أنت لوحدك. فيا ريت كل منا نكون سمرنا أن نقبل المسيح مخلص لحياتنا. نصلي. يا رب كم تشكر قلوبنا لأن خلاصنا قد أكملوا خالق السماء وسيد الأرض كلها بمجيئه إلى هذه الأرض، صار في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، حتى يتمم خلاصنا ويكون الكفارة عنا ويفتدي نفوسنا. نحن نشكرك يا إلهنا من أجل ما فعلته من أجلنا على الصليب. ليتك تبارك كل منا في هذا الصباح وتجعلنا نفهم معنى شخصك حتى يتمجد اسمك في كل ما نعمل. باسم المسيح يسوع ربنا.